السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحماهم برينا يا لن يرد ما أنت قرين شبينا يسا وحان الوجود عين يا إن نلوشوا هي مستقبل كود النقض من إفاية أو خير له أو برواقة أو بشش بالغرضان. وحنا برينا يا وارد فيك طبعي معلمين تكون طبعا كنت عبتي كان عادي يقف كسوق عنك جيستي سأيد يريد أن يحب برانته وحلود عيننا معلمين تي إنه بروضي بقولان سنة كهر وحب رشلا أو برخضل جسوا بلا بعرف وحمارا إنه رجعي هي إيران ما تقوى وحنا برايي هل كائن سوق عرسينا وحلود عيننا وحيد انتهي وحيد الله أباري ما هذا بين وحينا إلى هنا وحنا ورجعنا عمره دري وحنا رعاف ما تسيه تاسوا هم بريضة أرديدا معلمين توالدين تيجي كام عدا وأنا معلم وينو فرحة أو يكون يصدق بقول كل واحد اللي يراه أو علم كل قاشا بني كل صو كردين عدود الشقارها هي عدود الدفاع الذلكة هي عدود بعض عفوات العهود الرضا قرنتا أي كام عدا هالجسور صور ديار سنة وإلى أيام هذه مرة بعد ما بتريدين وحنو بعضنا هاي إلى أن كرت شلدتين إنه هو استعمالنا وحهو على تعريتين هل كان دور إن يميل لهم مدة إن هذا يشوفين أي حقيقة لما أنت هو حلوة بهاي هالغير ساو قرسينا ذل كان المصمار لا تذكر شوفة كل واحد حلوة المامة أفر مليون إلى أن راهي تريدين هذا إنه أجن دع الأبها واحد برشاد دوكس وحوسة إياه لحق waxay ku qiyaaseynaa inay 1 milyan yihiin ee iskuul laga doonaysa waayo hadayn publisher keenay dadkeena ka soo qaadan 4 milyan boqolkiiba 20 bay daada lagu qiyaasaa dhahay daadaas waa 1 milyan dugsiyada dhahay ila ka soo jirta maanta waxa qura ku jira 2900 waxa inaga dhiman 600 kun oo arday oo waqtigi ay wax barayeen jooga فرصت كوبيد لما توجد إلى لما تكبر جرا أو آن هاي سنة فرصت إلى أن أقص ماي ناتال أقص ماي كريم ما إنه هنا العاوي أو ده البلاي هنا عاوي أو يوروبيا كاسا حقا يصدر إلى أنسي أو هي بعد الكاسا نو بريت كيلا كل اسم ما ينادي الكل كل اسم ما ينبو قره بالبا وحين سيادو صدق هذا عربته ده كل اسم كريم ما إنه هذا هو أبن هورشة من رسول الله المقرضة عربية لأن باحي نقوله وحي نقول السكرة إنه وعلى كيما ذلك ذلك يكون نوم وصدح قيبه قيب هو داشة قيسي أو داشة أو تشفتة أو حلقة دي سوق تدو كواح المسارة إلا حنانة إيو أولا در يلو بهي قيب هو داشة أو كريسة أو ير أو أنقاري وقت أشقة دي سوق ريه قولا دا ما تقارك تيوسي با سوق ريسي مك وحي كوصير بالوحي دوليا إن مستقبل لوردسو عافي ماضا سيو وريو عن لسيو فيا أي هران وحبر شر أي هران حقاي نكيري لهذا وانا قالها يتوبها حقاي نو أغنى أرضايدا قالي نو وقت يسكوك إيه بقول مليكا هالك مليانا حقاي نو لهراء أن نرسنا كلاسيس بلو كفران أو نو كلاس كيبا كان ديغنو أفرتا وعليلي oo iskuul ki warbe yahay afar class oo kala sareeya 1 2 3 ma hay stream laba iskuul iskarab galaaya waa iskuul hal wada iyo macallimiintooda iyo alaabtooda fala afartan marka kulan foto waxay noqonayaan in ka badan 6 kun oo iskuul yaa la naga suuyeen iskuuladu hayna walo kun baley halkaana 4 kun baa naga dhiman waxaad ku dhufataa ardayga xisadii todob oo xogala todob saacado todob ah sabtada kala kaaru galay markaa waa la isku celiyay macallimiinta afar kala sida gala iyo macallin reserve iyo macallin kormeera macallin kii imsan sidaa bishi macallin ku wuxuu baahay cunto wuxuu baahay guriga kale si uu bixiyo wuxuu baahay inuu carruurtiisa wax baro wuxuu baahay inuu caafimaad helo idinku aqliyada ka qiyaasana qaar u baahan yahay macallin inta markaa isku dhufato wasaaradda waxbarashada ardaydu waxay u baahan tahay maareed ka badan dalka lagu wado saddex laab
هذه المالية ده وتعالى بقول إيه المليار وحنو بعمر سجال بقول المليار إيه إنه أوكي إنه وزارة ده إيه عروت إنه مستقبل جوز إيه إنه هلا حاجينه كهلا واي مالس مهلك الرواي مالس أنا وحلا هاو إنه هلك الرواي وار هو إنه هلك الرواي حاجينه كهلك الرواي نه دل كين هلا يال وهوال وإنه هلك الرواي نه وإنه هاي سنة وهدام حي لورجيل وهدام حي لورجيل وحي لورجيل آيات دي القرآن كيدون أخري الشيخ في هالك ساكن القرآن كأخري ولا يقتب بعضكم بعضا هاي سحامرين لو عندكم أسكت شيء ذي إيه وحوالا قبصة نوير هذا القرآن كيدون شيخ نوخري وحي نوخري وحنكا أمور القبائل اسكت دينا أروك كلا شعيحة أو كلا أوتا أو حوالا ساقد ودية أو لبدا كلا اسكت قلماتين مو أوران قرآن كله تعرف النصب كيسوق السبالة هنا هبل باتين هبل بات ما تدل كينا أنت برا أقول في هذه نيات الله على هذا هو نفس أوضت كده إذا يدوك كلام برا برا على عيد بيلايهين عيد ونفس بيلايهين روب بيلايهين أنت بإلهي ونقوم نست إلهي وحنور نست إن الله بيجي إنه بصرلك إنك بقول وحلوه بيه إنه معدن تقارير ده بقول هي أمل لو أو قصدي بدل على هاي أو خبارة أو شركة ده عالم في الدل كست أو أدوك كمدة هي شركة كست أو بدل بعدها هي مد معدن بعدها وين دوك تاجتها وارب هذا لقب سنة أنا خارج كه هنا لعيتي روانو هنا أنا صوصا روانو قدو أنا نعم فائدة إن أنا يين الفائدة ما الله هو ها مرخات ما الله هي ها أفر سنوات كهر شهر سنوات كهر لحي توانك تدوي توانك مالها وحالة بلابة إيش دار لقى قوضو دالك سوبال لاد إلي باري الشركات أو أي لمبيية سنوية أو بلابة قدستي يأي نوبي سوى ديروية إنو ديروية إنو قوضو محاي لقود عاي أتوية كاينة هايستاي كميتا كوة معدن تا كميتا محاي عاي هل يمكنك ان تتعلم 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 oo in qoray xoolaha qaadan ee dadka wada gaaray kalaabaad wuxuu ka sheegayaa macdantii khayraadku inay dalka ka dhaxeeyaan oo loo sameeyo oo ay dawladdu maamusho dadka u qaybsay ila dawladdu oo joogta kolbati joogta haddii nu ka ku dhaqarno oo labada soo qura raacro oo nu darisno nimcada ilaahay na siiyay si fiican ayaynu maamulo lahayn kula soo bixleen caalku inoogu gaba lahaa inaga la leeyno soo shaqatay ilaah deeqna ay bixleen ay aynaan dawrsaneen maxaa inoo diida hadba taa dibadda raastaa waxay qoqobka qabiil qoqobka qabiilka ayaa wada dhalinyarada aan wari qaan gaarin ardayda ee iskuulada ku jirta daad yartay ma wado mana yaqaanaan ومرا باهلا انت جبودي ايه ده شيء يا سوشي غسل وين كداش انت حوجة اه عدود الشغلة كتيرته ايا ارنتا وضع واحد على مالتي ده هلا شو هذي كده هم ربنا لو فوق هذول هلا كده كنا فقرا مالتي شيء مين وح الله يا وحاء المقبس الله هاي إنه وحاء نور تاجر أنا وريه برا أنا كنا نسوي قريب مايو قريب على نور تاجر هاي وانا كم الله قدام عين تام مايا oo adna aabaha iyo awoowaha way joogeen oo xaqabay soo saaray oo ku dhulay teere waxba ka soo saaray xabad baa ka soo raysay waxaan u baahanahay marka in aynu fahamno ila aynu wax wada qabsano oo aynu danteena ka wada qabsano inaynaa ka baxayna sidaan ku jiro waa dab meel walba oo halkeen doorayna uga dhow kuma qaban karo sadaqa iyo sandalada cidna siiso nimcada ilaahayna siiyay inagoo is aaminsan oo jirka soo baxnaa way meel la gaari mayno qabiyaalada waxaanu kaga bixi karnaa saddexda xisbi hadduu nin wariyo mid ku biiro oo inuu xisbi ahaan isu aamino oo sidaa xisbiga isu dhaliilaya la isu dhaliilo horta loo sheego
shaqada xisbiyada mucaaradkii waa inay dowladda marada ka qaadaan qaladkii gashada. Waa shaqada loo diro, waa soo dhaweynaynaa. Waayo ninka qaladkaaga kuu sheegaa waa nin wax kuu taray oo sax oo soqalkuiyo ma aha in loo qaato cadaawad. Waana meelahaynu ka dhacna had iyo jeer. Marku halkaka hadlay dad badan baa jiray asaa madax lahaa. Waa shaqadiisii u hayay. Waliba xirsi mucaaradu ku wareysay in badan haynoo haya, in badan badan inuu noo hayaa jecelay haddii la haydahay. Taa waxaa ku soo koobayaa iskuulkeenna iyo caafimaadkeenna iyo horumarkeenna wuxuu ku xidhan yahay inaynu ka guuro shakiga iyo qabyaaladda uun inagu beeran ee istaafaciyo walagu soo duray ka beexro kalaas qori jooga ka sayrac jooga aynu wax wadalahaano oo aynu hab dowladeed dastuurkeenu sidii u raacno. Dowladda markaa xirkaysana in la dhaliilaha u diidina waa muraadhaadii mucaaradku uu kutusaya halkaan marayso waryaa waad qalantay xagga u leh. Haddaad taabuda jarbaad ka dhacaysa waana saaxiib asigana berita muumanaya waad sheegaysa waana sida aad ku dhaqma maaha in la kala soo colaad iyo reeba loo kala qaato. Taa intaasaan kusoo koobayaa yaa ku fogaanin waa dhibaatooyinkeena aan u baahnayn xalle meel walba. Waxaan kusoo noqonayaa teenan maanta waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa jaamicadda iyo bahda waxbarashada oo dhan siday uga dabaasheen xanuunkii corona virus dhibaatadii timid. Waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa wasaaradaha waxbarashada iyo caafimaadku arrintaa dadaalka labadu ka galeen, mid caafimaad uga gurmatay iyo mid ku dadaashay ardaydii in aanay tacliin seegin oo u mariyaan muuqaalka. waxaa ilaahay mahadiya inta soomaalida ku hadashay inay soomaaliland u horreysay wasaaraddeena waxbarashada oo ay kow ka tahay caawimadooda oynu ku bogaadinayno oynu ku ammaanayno shirkadaheenna gaarka loo leeyahay telesom iyo tahabshiir iyo msg iyo tu kasta oo kuwa haya telefoonada iyo itu aad iyo aad buu qaranka uga mahadnaqayaa hawsha ay ka qaateen corona virus markay tacliinta iyo caafimaadka u baahdeen qalabka technologiga waxay noqdeen shirkadahaasi hanti qaranku leeyahay may ahayn mid in gaari leeyahay si qaran bay u shaqeeyeen hawshana qaybtii kaga bayran bay qaateen. Wasaaradda waxbarashada oo tacliinta ka guutantay oo is-abaabishana waa ku mahadsantaa jaamacadda Hargeysa oo rool weyn oo aqooneed ku bilowday iyadu oo hindisaha ku bilowdayna waa ku mahadnaqnaa kaalintay joogto. Jaamacadda Hargeysa waxay noqotay iska dhaafi inay jaamacad ula ahaatee shaqo abuur. 1680 shaqaale ayaa u shaqeeya, macalimiintu waa 400 dheeraad iyadaa iswada. Waxaynu ku ambaryeynaynaa macalimiinta iyo cidda maamusha sanaydka iyo boorka iyo dhammaantood iyo ciddii ka horgashayba halka ay marayso maanta jaamacadda Hargeysa. Waxaan rajeynayaa inay kasii socoto. Waxaan ammaanayaa dhammaan ganacsatadeeda iyo shirkadeeda gaarka ah siday uga qayb qaataan barnaamijyada horumarinada, hadday tacliin tahay, hadday waxbarasho tahay, hadday gurma tahay, markay dhibaatooyinka yimaadaan inta badan waxaan ku baxsanaa waa shirkadaheena gaarka ah, waa hanti qaran inoo hayaano, waa laleen marka dhibaato timaado. Waa awoodeen corona virus shirkad walba 500,000 oo dollar baan weydiinay, mid walba way soo dhigtay shirkadaha la weydiiyo dhammaantood way ka wada qayb galeen iyo waa ku faraxsanoonay qasab ku ahayn ee nin waliba uga ciiska galay. Waa halkay Soomaalida leed hore uga martay aynu hore ugu soconay, haddaynu wada jirkaan u soconana meel walba waa gaarayna. Cadowgeenna waa ka adkaanayna. Taana intaasaa ka yar. Doorashadii soo qaaday waqtigeedu uu soo socdaa, waxaan filayaa oon ku rajayn doonaa inay doorashadaas noqoto mid inoo keenta horumar, isjacayl iyo midnimo walaalo tartamay oo aan culloobin inay noqono. waxaa had iyo jeer waynu koraynaa, xisbiyadu way korayaan, habka kaamiga loo galaya waa la korayaa. Ma noqonaysa inaynu abuurro cadaawad iyo xanaf lagu rafto. Umana baahrin kursiga dalku u dhexeeya anigu berita u shaqeynaya loo dhiibayaa. Waxaa wanaagsan inaynu kaftanno, israaliilo, tucaafaal qabta, aynaan dadka iyo guryaha iyo ummadda gaarsiina colaad iyo nac iyo meel baase aynu ku abuurro shaqadeena intay ku egtahay. Dadkana kii soo baxa walaalkeen buu noqon doonaa, kii noo shaqeyn buu noqonayaa, kii hadhaana berita buu shaqada qaban doonaa. Waxaa intaa ku eg in gobollo gobollo iyo reerreer iyo wax loo rogo waa nacasnimo. Qolada xisaabtoota waa ka tashanaynaa inaanu arrintaa kor u qaado. Dhallinyaradu waxaan ka rajeynayaa inaanay xagga xun u qaadanin kaambeega ay xaggana san u qaataan. Barnaamaad baan u mahadnaqayaa jaamacadda
iyo ardayda soo qalin jabisayna u hanqaliyeynaya horumar baana rool inoo rajaynaya dalkeenna u horo maraan inoo rajaynaya halkii maxamuud presidentka jaamacaddu uu yidhi innaga jeclayna inoo soo doono doona taa inaynu gaadhaan ilaahay ka rajaynaya xoogga loo baahan yahayna waa dhalinyarada aad iyo aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu.